ملعب المباراة دخول نسمع إلى دخول جميل ومن ثم السلام الملكي. منقولة جميلة، تمريرة رائعة جدا، محاولة انطلاقة، اوهو برافو برافو، تهديد الأول المباشر، كورة قطعها زين ولعبها لجهاد، والمايسترو جهاد في وسط الملعب لعب كورة بالمقاس بالمسطرة، لعبها بشكل رائع جدا، ولكن براحت ألعب كورة خطيرة، طالع حارس المرمى بخطأ بتوقيت سليم، عدت مرة ثانية يحاول هداف الدوري حتى الآن، راح يضيف له هدف آخر يكون رقم 14 لعمر السومة من ركلة جزاء، ولا فهد الشمري، عمر السومة جول من ركلة جزاء، عمر السومة يسجل أول أهداف المباراة، الطريق إلى الشباك عنوانه عمر، الطريق إلى الشباك دائما وأبدا عنوانه عمر السومة، إن غاب في مباراة لا يغيب في أخرى، هكذا يا جروس، من يملك عمر السومة لا يستعجل على أحكامه دائما وأبدا، لأنه لديك هداف من الطراز، أخذ كرة البركة، غير الاتجاه، راح للزين على اليسار، يحاول يلعب الكرة، لعبها عرضية عالية داخل منطقة الجزاء، تحولت بالرأس لكن تغطية لا زالت خطيرة، جهاد الحسين مر من الأول، عرض كرة خطيرة، قدر جول يعزف السكري، سجل جول التعادل، شكلها رايحة في الجول، شوف جهاد المفكر الكبير لعبها عرضية جميلة، اللعبة في الجول عرضية جميلة، اللعبة المدافع حسين المقهوي ياخذ كرة ويتقدم، تمريرات خذوهات أهلاوية على اليسار، يلعب الكرة عالية، طالع فهد الشمري، لا زالت خطيرة، عدت قوية من أمير كردي اللي دائما يكون عند النزعة الهجومية، ويبدو هذه تعليمات جروس أن يتواجد هنا أمير كردي، ولا انطلق على اليمين، خطيرة للتعاون، عرضية محمد آل فتيل، لعب أوهو والله يا آل فتيل، ولا تمريرة صانع لعب، شوف آل فتيل أخطأ خطأ أمام الحمداوي اللي لعبها على الطاير، كان ممكن نقول 2-1 السكري، كان ممكن نقول 2-1، لعبها آل فتيل بخط شريد، رائعة جدا من شريد، الزين سريع على مهارته يلعب الكرة العرضية، الحمداوي جميلة، كرات التعاون تشعر فيها كلمة التعاون، يعني تشعر في كل جملة من جمل التعاون، يعني هذا المسمى اللي أخذ التعاون، أخذ المساحة، جهاد راح على اليمين، راح جهاد، هذه كرة عن جهاد، محاولة أمام المرمى، يا سلام، بنهاية الجولة اليوم نقول أن الاتحاد بفارق المواجهات ب 31 نقطة، والهلال 31 نقطة، ثم من يأتي بعد ذلك. شوف مع محمد آل فتيل ينتظر الآن الزين، لعب كرة بالخلف، طلع لجهاد، محاولة، مر من ماو، يا سلام، عرضية، الله، كثير على الكرات اللي يضيعها، راح يندم كثير، شوف التناغم، شوف الكرات العرضية، شوف الخطوة اللي كان يحتاجها الحمداوي، وبالتالي عدت كرة جميلة جدا، وهذه الكرة الثالثة، الله يدفع على المهارة، على الروعة، على الإمكانيات، على التمريرة، على الجول الثاني، جول للنادي الأهلي، خلص 3 واخرجها، المخرج كان عبد الفتاح عسيري، اخرجها على الزاوية اليسار، قوية، سجل النادي الأهلي الجول الثاني، خلاص النادي الأهلي فتح، سجل النادي الأهلي الجول الثاني، هذه كرة للتعاون، محاولة على اليمين، جهاد يلعب، مطاؤها
جات ركلة عين الحمداوي وين يحطها؟ جول! التعاون كلام ثاني، التعاون جول ثاني. تذكر بأن آسيويون كل أنواع التمور، ولا شك أنه سيتذوق السكري بمذاقها الرائع. وكل التوفيق لأنديتنا الأربعة بمحاولة داخل منطقة الجزاء. وين يحطها هالمرة الحمداء؟ أوه الله، خرج أرضية المحشوش. شوف 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 القراءة السليمة والخطوات اللي أخذها رحيلي، وبالتالي أخذ القرار لعبها الحمداوي. لعبت على القائم القريب. جول 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 للنادي الأهلي. نعم، من كرة ثابتة لمسها في إدفه، خادعت الكل، خادع نصف مستواه حتى لو لم يكن في فورمة المباراة. اللعبت محمد الفتيل اللي تقدم، لعب الكرة، اصطدت في المدافع. شوف شوف لمسها بالكعب، اصطدت في المدافع، غيرت اتجاهها وتغير اتجاه المباراة كليا. يا سبحان الله يا سبحان الله، هذا سيناريو جدا مثير في المباراة. وحيطة معمولة فهد الشمري في مرماه، وعارفين مدى الخطورة لأن وراها عمر السومة. الله يا ولد، فهد الشمري للمرة الثانية يصد كرات عمر السومة. عارفين كراته الصعبة، صعبة في مكان صعب جدا يضعها عمر السومة، وضعها والله يا ريت.